طلبت أن أسوي لكم شوربات لذيذة وصحية بهذا الفيديو، مو شوربة ولا شوربتين، ثلاث شوربات لذيذة وصحية جايتكم. نبدأ بمقادير أول شوربة. حتحتاجون 4 جزرات كبيرة الحجم، 4 بطاطا متوسطة الحجم، و2 بصل. طبعا هذه الشوربة بها فوائد كثيرة جدا. إذا أول مرة تجون بالقناة لا تنسون سووا سبسكرايب وفعلوا الجرس. نبدأ الآن بتقطيع الجزر. الحجم خلي يكون حجم صغير، لا تسوها مكعبات كبيرة حتى تنطبخ بسهولة ونقدر نستعملها للشوربة. هسه نروح نتحول للبطاطس، تخلصوا من القشر، وهمينا بنفس الطريقة نقطعها إلى مكعبات صغيرة الحجم. كل ما حجمها أكبر كل ما تستوي بطريقة أصعب. وبالمناسبة سويت سلطات صحية ولذيذة جدا، إذا تردون أسوي مثل هذا الفيديو السلطات الصحية كتبولي بالتعليقات. وهسه طبعا نسوي تشوب 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 للبصل، نقطعه ونسوي مكعبات. وشوفوا مواهب أبو الهوب، هاي هسه جاهز لكم. بأقل من دقيقتين عندنا البصل، عندنا الجزر، وعندنا البطاطس كلها جاهزة. نحمي القدر او الجدر او المقلاة اللي حنستعملها، نضيف زيت الزيتون، وايضا هسه نضيف مكعبات البصل. طبعا زيت الزيتون مليء بالفوائد وممكن نطبخ بيه اذا درجة الحرارة ما كانت عالية جدا. نحضر مي فاير حتى نستعمله ويا الشوربة. قبل ان يذبل البصل بصورة كبيرة نضيف له مكعبات الجزر، ونبدي نوزع الحرارة عليه ونخلطه بهذه الطريقة. لما يذبل شوية الجزر نبدي نضيف له مكعبات البطاطس. طبعا لا تخافون من البطاطس، دخلكم البطاطس صحية ومليانة فوائد يا جماعة الكيتو، حبي لكم. هسه نبدي نضيف السيزنينج مالتنا، تبع بكيفكم نضيف الملح، نضيف الفلفل الاسود، ونضيف همينا مكعب ستوك مال دجاج او الخضروات. المقادير كلها موجوده بصندوق الوصف. لما كل شيء يبدي يذبل شويه نضيف له ونغطيه بمي فاير، نكون احنا محضري. المدة اللي حنحتاجها 10 دقائق على نار متوسطة، وبعدين 20 دقيقة على نار خفيفة. لما تشوفون البطاطس والجزر صار بهاي الطريقة يعني جاهز بأن يكون شوربة. عندكم خيارين، تقدرون تاكلوها مثل ما هي أو تسووا مثل الطريقة اللي أنا سويتها ونخلطها بحيث يكون خليط متجانس وتكون شوربة كريمي ولذيذة. وطبعا شنو الريحة شباب بنات أعزائي المشاهدين والمشاهدات، الريحة خيالية، أتمنى أقدر أحطها بالفيديو. هذا هنا اختياري، تقدرون تحطون خبز مكذب بكيفكم، بعد أنا أشوفه مناسب خاصة يعني إحنا بفترة رمضان. كسبته القطعة الخبز وقطعته مكعبات وضفته بهاي الطريقة اللي أنتوا شايفيها الشوربة الجزر المليئة بالفوائد. ضفته أنا هذا، هو طبعا خبز أسمر، وتقدرون تضيفون كرفس، تضيفون ريحان، أنا أحب الريحان، ريحته طيبة وطعمه طيب. والسحان وقت التذوق، وشباب بنات الطعم خرافي يعني، طيبة جدا ما تكلف، سهلة التحضير والطعم خرافي، وهذا أهم شيء. هسه ننتقل للشوربة الثانية. حنحتاج 2 كراث كبيرة الحجم، وبطاطس أيضا متوسط الحجم. المقادير بصندوق الوصف. اول شيء طبعا نتخلص من الجذر ونتخلص من مثل هاي الجلدة اللي برا الكراث، لانه يصير بيها فايبر عالي يعني ما ترهم نستعملها للشوربة. تقدرون تسوون بيها ستوكة وتستعملوها شيء ثاني. مهم جدا جدا من نقطع الكراث يكون الحجم صغير، لانه اذا حجمه كبير صعب يستوي وصعب ينخلط بعدين. وبنفس الشيء البطاطس مكعبات صغيرة. حنضيف زيت الزيتون، يكون القدر حامي قبل ما نضيف الزيت. والآن هسه نضيف الكراث ونسمع الصوت اللي يخبل السيزلينج. وطبعا هسه نبدي نخلطه حتى نوزع عليه الحرارة. مثل ما تشوفون يبدي يذبل.
قبل أن يستوي ويذبل بصورة كبيرة نضيف له البطاطس وبنفس الوقت نخلطه. وهسه عدنا نضيف الفلفل، نضيف الملح، نضيف الستوك مال الدجاج أو الخضروات، نخلطه بصورة جيدة ونضيفه، نضيف المي الحار عليه. هذا حيحتاج 10 دقائق متوسط الحرارة و15 دقيقة على نار هادئة جدا. مثل ما تشوفون استوى، وهمينا نفس الشيء إذا تحبون تاكلوه بالطريقة اللي هو عليها ممتاز، هو يمكن ربما صحيا أحسن لأنه حنحافظ على الياف، بس أنا خلطته لأن أحب الطعم يكون بهاي الطريقة. هنا نضفت كرفس مثروم ويا زيت الزيتون، وضفت حبات صغيرة كريم يستعمل ويا الطبخ أو يمكن لبن همينة. طبعا حاولت يكون حلو وقلوب، ما ضبطت كلش، بس انتو وصلتكم الفكرة، يعني حاولت شوية اكون كرياتيف بس ما ضبطت، بس شكل هاني اشوفه كلش حلو. ننتقل للشوربة الثانية، شوربة الطاقة، شوربة البطاطا الحلوة. اللي يحب البطاطا الحلوة يرفع ايده. حنحتاج بطاطا حلوة 2 حجم كبير، بطاطا عادية واحدة متوسط الحجم، وبصلاية. اول شي حنسويه لازم نقشرها للبطاطا الحلوة. نخلص من القشر، جيبوا نفسكم مكشارة وقسموها بالنص حتى تكون عدلة وسهلة علينا بالتقطيع، لأن تقطيعها أبدا مو سهل. نقطعها مكعبات، لا تسوون غلطتي، سووا المكعبات أصغر بالحجم حتى تستوي أسهل. أنا شوية طولت عندي لأن حجمها كان كبير، ومثل ما تشوفون هذا الحجم، أنتوا سووا نصف هذا الحجم اللي أنا سويته. ملاحظة مهمة، القشر للحبة الحلوة لا ترموه، بقوه لأنه حنستعمله بعد شوية. هسه نروح ننتقل للبصل، نقشره طبعا، نتخلص من منطقة الجذر، يعني بهذا الحجم سووه أو سووه مكعبات بالطريقة اللي أنتوا تحبوها، المهم ما يكون الحجم كبيراني. طبعا هنا كلها أحوله بجدر، وهمينة أسلم عليكم، يومكم عسل. بهذه الشوربة استعملت بتر أو استعملت الزبد بدون ملح، وطبعا الزبد أنا ما أعتبره شيء مو صحي لكن عالي بالسعرات، طعمه خيالي. لا تحطون النار عالية لأن الزبد بالطبخ يحترق بسرعة، فحطوه على نار متوسطة. لما يذوب ضفنا له البصل، وطبعا همينة تشك 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 صار كل شيء تشك تشك، والريحة شنو خيالية. يعني هسه تصدقون هذا البصل من يستوي أضيف له ملح، أضيف له فلفل أسود، أسوي ساندويتش، أنا ما يهمني. قبل ما يذبل كلش مثل ما أنتوا شايفين الزبد كله اختلط به، بدأ يذبل شوية البصل. هسه احنا جاهزين نضيف مكعبات البطاطس، وابدوا خلطوه داخل القدر حتى الحرارة وطعم الزبد يتوزع بصورة متجانسة. هسه نضيف القشر مال البطاطس، لا تضيفوا كله، بطاطس الحلوة ضيفوا بمعدل نصف، يعني كأنما الوحدة كاملة نصفها القشور مالتها، هذا حيضيف طعم خيالي للشوربة. يعني ها بالانجليزي يسموه ايرثي، يعني طعم قريب من الارض، يعني تعرفون شلون، طعم خيالي. هسه نخلطه كله، بدت يذبل نضيف له المي الفاير اللي احنا محضريه ونغطيها. نضيف السكر البني، هذا اختياري طبعا بس يضيف طعم كلش طيب. نضيف الملح، نضيف الفلفل الاسود، ونخلطه كله حتى يتجانس ونغطي. هذه الشوربة حتطول وياكم حتى تجهز، ربع ساعة تقريبا حتحتاج على نار متوسطة، و25 دقيقة على نار هادية. همينة يعني ما اعرف الكلمة، نفعص ندفع البطاطا لما تنهرس بهاي الطريقة، يعني جاهزة. أنا عندي المعصارة وعصرت كل شيء مع بعض، خلطته وز 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 سوينا له، ويعني اللي تشوفوها شباب بنات كريم، يعني كريم على حالها، رهيبة ومليانة فوائد. طبعا أنا ما استعملت المي كله، شلت منه حتى لا تصير يعني كلش قريبة من المي، وقمت أضيف شوي شوي لحد ما أحتاج. هاي هنا همينة ضفت نقاط كريم وسويت قلوب لأن أنتوا تستاهلون القلوب، فهذه يعني لذيذة جدا. هاي ثلاث أفكار الشوربات صحية، أتمنى تعجبكم. لا تنسون تشاركون الفيديو بكل مكان حتى أتشجع وأسوي لكم وصفات
أول شيء لذيذة ومليئة بالقيمة الغذائية وصحية تساعدكم إذا أنتم صايمين برمضان أو تساعدكم بالدايت، وهذه حتنطيكم فوائد كثيرة جدا. أحبكم كلكم، شوفكم بالفيديو الجاي، يومكم عسل.